كل تجربة جديدة لازم تلقى فيها مشاكل في البدايات، يعني هذه معروفة، وخاصة نحن في عالم الديجيتال، يعني عالم جديد على تونس، لكن نعرف أنه التقنيين متاعنا التوانسة قادرين أنهم يوصلوا لبعيد بالحاجات هذه، وقاعدين كما نقولوا نحن با باخ با. حقيقة تجربة حلوة برشا وتجربة مزيانة برشا، وأنك تدخل العالم الديجيتال وخاصة كرة القدم، وأنه العبيد حاليا متعطشة لكرة القدم، ماهيش قاعده تتفرج فيها، تاخو على عاتقك التجربه هذه، هي مسؤوليه كبيره، لكن حتى المشاكل اللي موجوده حاليا واللي القاها الجمهور التونسي سواء في البث او انقطاع البث او انه مش قادر يتفرج في المباراه كامله، لكن واحده واحده، لانه هذه الحاجات يلزمها وقت. صحيح الناس تلوم عليك شويه انه علاش مش من الاول هكا، لكن بشويه 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 وقت مع تقنيات اخرى حديثه، انه مع التقديم، الحقيقة أنا انبهرت بالتقديم اليوم وبالحضور وبالشيء اللي ريناه اليوم، يعني أنه التقنيين اللي موجودين في الديوان فيم والناس اللي ساهرة على الديوان فيم قادرة أنها توصل الأبعد من هذا، وأنه نتفرجوا في حاجة مزيانة برشا على المنصات اللي ولات توا التوندونس في العالم الكل.